14 km. 10 murailles. Ici, à Téton, il y a sa force. السلام عليكم. مرشد سياحي عبو السي محمد، يعني كنزاول المهنه ما يقرب على 53 سنه. يعني كنحب هذه المهنه وغيورين على المهنه، ومن ناحيه ديال السياحه في مدينه تطوان، يعني السياحه في مدينه تطوان يعني في الازدهار، فهمتي، والفضل كامل كيرجع صاحب الجلاله نصره الله، يعني هو اللي عطى الاهتمام من هذه المنطقه هذه ومن هذا القطاع السياحي. وفعلا يعني احنا دابا المشكل اللي كنعانيو منه شي شويه هو المشكل ديال الحدود، يعني بالنسبه للامن ولا للجمارك يتسهلوا معنا، ولكن كاين شويه ديال غير في التعطل شويه على حسب هذا السيستم الجديد ديال مثلا العبور، وهذه شي شويه كيتعطل، ولكن يمكن مع المده في المثال يقدر يكون شي تساهل ولا شي حاجه على حسب. دابا تطوان السياحه ديالها دائما كنعتمدوا على باب سبته، يعني على العابرات اللي كيجيو سياحيا باب سبته، على مثلا الافواج ديال النهار، حيت مثلا في الديوانه يعني كيجي السائح عنده 4 5 ساعات المكانه، يعني 5 ساعات المكانه، ولا غيجوز نص ساعه المكانه او ساعه لا رو في الطبيعه ولا هذه، يعني كنكونوا شويه متضايقين في الوقت. والمدينه زعما كتنتعش لا من ناحيه السبته ولا من ناحيه العابرات اللي كيجيو على طنجه حتى هما، يعني احنا دابا عاود يعني فرحانين بزاف على حسب تجهيز المطار اللي غادي يكون يعني مطار دولي عاوتاني في المدينه. تطوان عاوتاني عندها بزاف ديال الميزات، يعني المدينة القديمة عندها شواطئ، عندها جبال، عندها، ونطلبوا الله زعما كيكون هادشي في حسن الظن للجميع. على ضوء ذلك يعني لاحظنا على كبير ديال الحافلات، تقريبا شحال من حافلة تقريبا كتجي في اليوم تيطوني كتكون يعني في الأوج؟ يعني في الأوج ديالها ملي كيكون عابرات كيجيو حتى 10 15 الحافلات مثلا، يعني كل حافله كتحمل 40 50 سائح، يعني بالنسبه كتنتعش المدينه، كينتعش مثلا المطاعم، بيع الخضروات، المرشدين، الصناعه التقليديه. السلام عليكم. جمال الدين حمودان، مرشد سياحي بصفتي اشتغل كننظم العمل في ساحة مولاي المهدي. واش غادي نقول لكم، مؤخرا المدينة تبارك الله مزيانة، كتنعش مزيان، حضور السياح كاين الحمد لله، ولكن هذا الفضل هذا كيرجع صاحب الجلالة نصره الله، هو اللي كيدعم القطاع السياحي في المغرب كله ماشي غير مدينة تطوان. وكنشوفوا مؤخرا بعد المونديال ديال قطر كنشوف ان السواح تزادوا كيدخلوا المغرب، لان كان من قبل كان ديك كورونا وكان ديك المشاكل ديال الاخر، ما كانت شويه كانت الدنيا مزيره شويه، ولكن مؤخرا تبارك الله كنشوف المدينه كتنعس في السياح بزاف، والافواج كيجيو بزاف وكيجيو كاع على باب سبته ولا على المطار ولا على طنجه على لي كروازي كيجيو حتى هما كينزلوا السياح بزاف. ولكن خصنا شويه غير نصبروا، لان هذا الشيء في الزايد ان شاء الله كثر يوم اللي غيصاوبوا المطار وهادي. اما ساحه مولاي المهدي بعض الساعات كيجيو لها حتى 15 الكيران حتى 12 13 الكيران، اللي كيستافد منه المدينه كامله بما فيها، كتستافد منه من المطاعم، كيستافدوا المرشدين، الصناعه التقليديه، كتكون المدينه العتيقه كامله عامره، الناس كلشي تبارك الله كتتحرك. هذا الشيء هذا الفضل من فضل ربي، والفضل ديال الناس اللي كيسهروا على هذا الشيء هذا.
اش غادي نقول لك، مدينه تطوان مؤخرا مزيانه بزاف، شحال هادي ما كانش هاد الشيء هذا، ولكني على كما قال الاخ محمد عبو، الشواطئ عندنا مزيانه، عندنا الفنادق، عندنا الامن مزيان، عندنا كل شيء مزيان، ونطلب الله يبقى هذا الشيء هذا هايله ان شاء الله، لان مدينه تطوان تستاهل هذا الشيء هذا، لان ملي كتكون السياحه في مدينه تطوان كتكون بلاد محركه بزاف، لان كل شيء كاين هادي. ودابا اللي غنقول لك هو سمعنا بان كاين السكك الحديديه غادي تكون، وسمعنا بان غادي يوسعوا المطار الدولي، وسمعنا بان غادي تكون باب سبته مزيانه، غادي يبقاو يتلقوا الناس مزيان، يدخلوا ما يتعطلوا شي، وهذا هادشي كامل راه في ازدهار وفي هادي. اش غادي نقول لك؟ حق غراس اليكيب ناسيونال ماروكان دو فوت في قطر، هو اللي عطى هاد الاكله هادي، لان الناس كامله كتدخل في جوجل دابا وكتقول كتقول فين هو المغرب، بغينا نعرفوا هاد البلاد هذا، راه ماشي سهله. واخيرا اش غادي نقول لك؟ بعض السواع دخلوا عليهم كاملين بهم 80-90%، قال لك حنا ما كناش كنظنوا هذا المغرب هذا الشيء ديالو مزيان هيدا، بالطبيعه بالطابخ بالفنادق بكل شيء ديالو مزيان، لان فهمتي والنظافه كل شيء ديالو مزيان. مؤخرا كيتفاجئوا بعض كيقول لك حنا ما سحبناش المغرب هيدا، حنا ملي سمعنا المغرب جينا نشوفوا المغرب كسحنا شي بلد افريقي عادي، ولكن هذا بلد جميل جدا، لا من النظافه ولا بالاكل ولا بالبحر ولا بالجبال ولا بالطبيعه ديالو كل شيء ديالو.